بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لمحبين السمك ومربيين السمك، ومجرد ما يشوف السمكة ديت، مربيين السمك عارفين قوي شكل السمكة ديت وعارفين اسمها ايه. السمكة ديت سمكة شبيهة جدا لسمكة القرش، وبالرغم من ده هي سمكة طيبة جدا 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 جدا. السمكة ديت اسمها بنجسيوس. سمكة البنجسيوس وهي من الأسماك اللي ألوانها الجري في أبيض أو الأسود في أبيض، وفي منها كمان بيكون أبيض خالص اللي هو بنقول عليه الألبينو بنجسيوس. السمكة ديت سمكة تقدر تتعايش مع الجولد والكوي والجوبي والمولي وجميع أنواع السمك الطيب. سمكة حركتها زي ما انتم شايفين حركة مستمرة، بتعمل توهج داخل حوض السمك اللي بيربيها، دايما بيلاقي السمك في حالة نشاط. سمكة نشيطة جدا جميلة جدا، اللي بيربيها فعلا عارف قيمتها وعارف جمالها في الحوض للمربي بيبقى عامل ازاي. السمكة دي موجودة عندنا في معرض كوكتيل لعصافير الزينة واسماك الزينة والحيوانات الأليفة والنباتات الطبيعية. رقم التليفون بتاعنا 011-40-80-70-60. العنوان بتاعنا محافظة البحيرة، مدينة دمنهور، شارع عبد السلام الشاذلي، بجوار الكوبري العلوي، وكمان احنا المبنى اللي قبل الرقم القومي مباشرة على اول الشارع على ابو نار. انا حابب ان انتوا تيجوا تشرفوني وتشوفوا تشكيلة السمك المتنوعة اللي موجودة عندنا. شايفين كمان القوقعة اللي بتلزق في الازاز وبتنظف الازاز، دي من الحاجات اللي انا بنشرها في جميع الاحواض علشان خاطر تخلي الاحواض دايما شكلها جميل ولطيف وتخلي شكل الحوض حلو. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.